بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة بكلمكم عن الصوابع المستخدمة في الريشات. طبعا في عندنا احنا اربع انواع. في الصابع ده اللي هو المطاط المستورد، ده بتاع الفراخ، وفي الصابع المطاط المستورد بتاع السمان طبعا انا، وفي طبعا اللي هو السيليكون، وفي الكريب. عشان تاخدوا بالكم الحجم بس كده، انا هجيب اتنين من اللي هو بتاع السمان اهو. طبعا شايفين الفرق، ده الصابع بتاع السمان وده الصابع بتاع الفراخ اللي هو المطاط الشغل المستورد. وطبعا الابيض ده اللي هو الشغل الايه اللي هو السيليكون، تمام، برضو خامته يعني كويسة. وده اللي هو الايه الشغل اللي هو الكريب. طبعا الانواع كلها هي من بعضها اهي. اول واحد على اليمين ده مطاط فراخ للمكن المستورد، اللي جنبه صابع بتاع السمان مطاط، رقم ثلاثة اللي هو السيليكون للفراخ، رقم اربعة اللي هو الايه الكريب. لو في اي استفسار او سؤال ياريت نسيبه في التعليقات. وطبعا عندنا المكن المستورد بانواعه وجميع مقاساته، وعندنا مكن العموله، وعندنا المكن الادوس. طبعا ياريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. شركه عرب جروب.